السلام عليكم أستاذ. السلام ورحمة الله وبركاته أستاذة. يا ريت الكل يكتب لي بخط إيده كل الحاجات دي بنفس الشكل. معاك 3 دقائق فقط. 3 دقائق فقط تكون كتبت كل حاجة وبالحركات بتاعتها بالفتحة اللي عليها. لازم تكتب كده بإيدك ما تصورش. السلام عليكم أستاذ. سلام ورحمة الله وبركاته أستاذة، أهلا بيكي. سلام ورحمة الله وبركاته. يا أستاذة، طب خلاص، بس خلاص مش لازم، ما تشغلش النت، خلي زي ما هو كده شغال. أستاذة مها، في سماعة رأس عندك، اضغط عليها ضغطة طويلة وشيل إيدك. أيوة السلام إيدك. عليكم أستاذ. سلام ورحمة الله وبركاته أستاذة، أستاذ أهلا بيك. السلام عليكم، أنا أهلا الطيبة. بالسعودية وأهل السعودية الكرام، الله يحييك. أهلا بيك. الله يسلمك. ربنا يبارك فيك أستاذة لطيفة. أهلا. كتبنا ولا لسه؟ معانا كمان دقيقة ونصف نكون خلصنا كتابة. دقيقة نعم. ونصف نكون خلصنا كتابة. إن شاء الله. أقرأ أستاذ ولا شوي؟ لا هنكتب بس يا أستاذة لطيفة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن شئت ربي جعلت الحزن سهلا. على بركة الله نبدأ. أخذنا في الحلقات السابقة جميع الأحرف، كيف تكتب وكيف تقرأ. بداية قبل الحصة دي ما تبدأ، اللي لسه مش متأكد من كتابته وقراءته الحروف السابقة اللي هم أخذناهم في ال4 حلقات السابقة، قراءة جيدة 100% وكتابة على الغايب 100% بترتيب وبدون ترتيب، يطلع من الحصة دي لأنه مش هيعرف حاجة. تمام؟ يبقى أنا لازم أحط أساس للقراءة والكتابة. إيه هو الأساس؟ الحروف تقرأ بطريقة جيدة، من الشمال لليمين ومن فوق لتحت ومن تحت لفوق وعكس وبالطول وبالعرض كده. تمام؟ وصلنا للمستوى ده؟ شكرا، نبدأ على بركة الله في الحلقة بتاعت اليوم. لو سمحت يا أستاذة لطيفة اقفلي المايك بتاعك. تمام؟ على بركة الله. تمام، الحركات. بعد إذنك نعم. أستاذنا، نعم. قول يا استاذي. من أول حصة أحضر، انا والله احنا من أول حصة دي أحضرها أستاذنا. طب يعني المفروض ان انا ارجع لك تاني؟ احنا قلنا في دوره تدريبيه بدأ في 1/5. طيب انت بدأت معايا دلوقتي، ايه اللي انا اقدر اعمله؟ اخذنا 4 حلقات بتوع الحروف. تمام يا أستاذنا، ماشي. تمام؟ يبقى لازم تجدعن معايا بقى شويه، تمام تشد حيلك وتحاول تقرأ الحروف كلها. تمام يا استاذ احمد فرج؟ حاضر يا استاذ. ماشي. استاذه لطيفه لو سمحت اقفل المايك. تمام يا استاذ احمد استاذ. اقفل المايك لو سمحت. على بركه الله تمام نبدا ونقول اقفل المايك لو سمحت بتاعك. مايك.
صو. اي ينقفل، ما عرفت اقفله. طيب هحاول انا اي اقفله استاذ لك، هحاول اقفله لك انا. تمام، على بركة الله نبدأ ونقول ايه، دي بداية القراءة. بداية، ايوه نعم، بداية القراءة. بداية القراءة لازم تقرأ الكلمات بالحركات. يعني ايه حركات؟ يعني حركة للفم، سواء بفتح فمي وانا بقرأ الحرف او بكسر او بضم، دي اسمها حركات. فالحركات ثلاث، الفتحة والكسرة والضم. لازم اول ما تتعلم لازم تقرأ بالحركات. كلنا كده واحنا كنا اطفال صغار، لما كنا نيجي نمشي لسه بقى هنتعلم المشي، كنا بنسند على الحرف او بمسك في ايد ابويا او ايد ام، لازم، او اختي او اخوي، هو كده نفس الكلام. هل انا لغايه الان بحط ايدي على الحائط وانا بمشي؟ لا طبعا. يبقى احنا بنقول، لو بنقول لو احنا قرأنا الكلمات بحركات الاول، دي هتخلينا نعرف نقرأ صح. ولما نيجي نقرأ صح هنقرأ بقى بحركات وبدون حركات، لكن لازم في البداية لازم بحركات. ولما سعادتك تيجي تقرأ ما تقرأش مع نفسك، ما تبصش للكراسة كده أو للسبورة وتقعد ده لا لا، ما ينفعش. لازم ده يطلع منه صوت. طلع منه صوت فهمت، ما طلعش منه صوت مش هتفهم. طيب أول حركة من الحركات حركة الفتح. الفتحة يعني شرطة فوق الحرف، من فوق، لأن في شرطة بتبقى تحت، خط صغير فوق الحرف. تمام؟ وكلمة فتحة يعني بفتح فمي وأنا بقرأ الحرف. وطالما الحرف اتحط عليه فتحة أو كسرة أو ضمة، شكراً. اللي انا اتعلمته من الاستاذ في الاربع حصص اللي فاتت، شكرا، هركنهم على جنب. يعني ايه؟ يعني الاساتذه اللي ما عرفوش حاجه خالص لغايه دلوقتي وما عرفش الحروف لغايه دلوقتي، يبدا برضو معايا من الان. تمام؟ طيب اعرف ازاي؟ انت كتبت يا استاذ حرف مره واحده، وحرف كتبته مرتين، وحرف كتبته أربع مرات. طب أنهو واحد؟ ركز معايا. لما نيجي نتكلم ونقول الكلمة، أي كلمة، أي كلمة، أي شارع، أي مكان له بداية، أدي الكلمة مثلا. الكلمة دايما لها بداية اللي هي أول حرف، صح؟ ودايما لها نهاية، هذا الحرف الأخير. أي كلمة، أي كلمة، أي كلمة تزيد عن حرفين لها بداية ولها نهاية ولها وسط. يعني إيه؟ أول حرف ده اسمه بداية الكلمة، آخر حرف اسمه نهاية الكلمة، ما بين الحرف ده والحرف ده كل الحروف اللي ما بينهم دي اللي أنا علمتها بالرزق دي اسمها وسط الكلمة. يبقى بداية الكلمة الحرف الأول، نهاية الكلمة الحرف الأخير، وسط الكلمة كل باقي الحروف. يعني أنا عندي الكلمة دي من كام حرف؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، من سبع أحرف. أول حرف دي بداية الكلمة، على الحرف الأخير نهاية الكلمة، والخمسة اللي في الوسط دول اسمهم وسط الكلمة. يبقى إذا الكلمة لها بداية ولها وسط ولها نهاية. من الآن فصاعدا إن شاء الله، ممنوع منعا بت ممنوع منعا بتا حد يتأخر ولا يغيب مهما كانت ظروفك، عشان مش هتلوم بعد كده الا نفسك وانت حر. يبقى عرفنا ان الكلمه لها بدايه ووسط ونهايه. طب لو كلمه من ثلاث احرف،
يبقى لها بداية ونهاية ووسط، من ثلاث أحرف يعني، واحد بس اللي في الوسط. طب من أربع أحرف يبقى إيه؟ حرفين في النص. من خمس أحرف أهو بنفس الشكل ده، تمام. طب أنت بتقول لنا كده ليه يا أستاذ؟ عشان أعرفك بقى إزاي تجمع كلمة. بنقرأ يا أستاذ بس بقاش بجمع الكلمة، ما بعرفش أجمعها إلا على التليفون بس. التليفون انت ما بتجمعهاش على التليفون، انت بتكتب حروف والتليفون المحمول بتاعك او الموبايل هو اللي بيجمع لك الكلمه، تمام. هو مش اذكى منك ولا حاجه، تمام. انا عايز اجمع الكلمه واجمعها صح، تمام. انظر الى الكلمه، انظر الى الحرف اللي له شكلين اتنين. ليه؟ اهو كل ده له شكلين، اي حرف بقى له شكلين، اي حرف له شكلين. ماله بقى ده؟ ماله الحرف اللي له شكلين؟ هنتكلم اهو. الحرف اللي له شكلين يا اساتذه، هو ينفع حرف من العين يجي في الكلمة؟ طبعا، والكاف والضاد، أي حرف يأتي في الكلمة. طب يأتي فين يا أستاذ؟ قال لا، في أي مكان يعجبه. الحرف يجي في أي مكان يعجبه في الكلمة. طب أي مكان إزاي؟ إذا كان الكلمة لها بداية ووسط ونهاية، صح. طب هو هيجي فين؟ يجي في أي حتة، يجي في بداية الكلمة، يجي في وسط الكلمة، يجي في نهاية الكلمة، زي ما يجي. طيب تمام، انه واحد فيهم بقى اللي هيجي في بداية الكلمة؟ لا، ركز. الحرف الذي يأتي في بداية الكلمة يأتي في وسط الكلمة. يعني ايه؟ نفس الشكل بتاع الحرف اللي بيأتي في البداية يأتي في الوسط. يعني ايه؟ يعني هتبص كده للكلمة، الحروف دي هتلاقي في حرف مكتمل كامل كده كامل، والحرف مقطوع. زي ايه؟ حرف الباء هنا كامل اهو وهنا مقطوع، حرف التاء هنا كامل وهنا مقطوع، حرف الثاء هنا كامل وهنا مقطوع، حرف الجيم هنا كامل وهنا مقطوع، هنا كامل، نفس الكلام كده، تمام؟ طيب الحروف دي اي حرف مقطوع يعني مدد ايده كده اهو على السطر اهو، بنقول ايه بقى؟ اي حرف مدد ايده على السطر كده، فارد ايده على السطر، اي حرف فارد ايده على السطر ياتي في بدايه الكلمه وفي وسط الكلمه. يعني ايه؟ هقول اهو، انا اعتبر الكلمه بقى من ثلاث احرف عشان ناخد بالنا كويس. جاء حرف الباء في بدايه الكلمه. لا بلاش الباء، الشين والراء والباء. طب قبل ما نعرف بس الاول، يبقى اللي مدد ايده كده اهو، مدد ايده كده ياتي فين؟ في بدايه الكلمه وفي وسط الكلمه. يعني هاخد حرف الباء، لو عايز اعمل الباء في بدايه الكلمه اختار الباء دي؟ لا، امال اختار الباء منين؟ اللي باللون الازرق، ركز، لان هي الوحيده اللي مد ايديها اهو. طب لو عايز لو فيه باء، حرف الباء جاء في وسط الكلمه، اخد انهي باء دي؟ ايوه تاخد دي. يبقى اذا الحرف اللي مدد ايده على السطر ياتي في بدايه الكلمه وفي وسط الكلمه، تمام. طيب طب لو فيه حرف الباء جاء في نهايه الكلمه اخد دي؟ لا اخد دي. هذا حرف من الحروف، سهل جدا ان حرف الباء ياتي في بدايه الكلمه، يبقى اختار انهي، الباء دي ولا الباء دي؟ لا اللي مد ايديها دي. طب لو حرف الباء جاء في وسط الكلمه برضه اختار اللي مد ايديها. طب لو جاء حرف الباء في نهايه الكلمه، لا اخذ الباء المكتمله الكامله.
طب الباء بس؟ الباء والتاء والتاء. الله، وايه تاني؟ والجيم. حرف الجيم اهو، عايز اجيب حرف الجيم في بداية الكلمة، في بداية الايه؟ الكلمة. هاخد انهي جيم، دي ولا دي؟ هاخد اللي مد ايديها اهي. طيب عايز اخد حرف الجيم في وسط الكلمة، دي ولا دي؟ لا، اللي مد ايديها برضه. طب حرف الجيم جاء في نهاية الكلمة، اخد الجيم الكاملة دي. تمام. طب احنا كده عرفنا يا استاذ الحرف اللي له شكلين، عايزين نعرف بقى وعرفنا امتى ياتي في بدايه الكلمه، وامتى ياتي في وسط الكلمه، وامتى ياتي في نهايه الكلمه. تمام. عايزين نعرف بقى يا استاذ اللي هو شكل واحد ده نعمل فيه ايه؟ شكل واحد، واحد بس، ما عنديش الا واحد فقط، معلم واحد في المدرسه، معلم واحد في المدرسه كلها. ايوه، معلم واحد هيعمل ايه؟ مضطر يدي لغه عربيه ولغه انجليزيه ورياضيات، مش كده؟ ما هو واحد. نفس الكلام الحرف اللي له شكل واحد بس اللي هو ايه؟ خد بالك اهو، الالف والدال والدال والراء والزاي والطاء والظاء والواو. الألف والدال والدال والراء والزاي والطاء والظاء والواو، ثماني أحرف، ثمان أحرف، ثمانية أحرف. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، ثمانية أحرف، ثمان حروف. أيوة، ثمان حروف هما اللي لهم شكل واحد بس، ألف دال دال راء زي، ألف دال دال راء زي، طاء ظاء واو. طب دول يجوا فين؟ ما احنا قلنا اهو لو معلم واحد في المدرسة هيقوم بالأدوار كلها. نفس الكلام الحرف ده له شكل واحد بس، لو جه في بداية الكلمة رسم بهذا الشكل، جاء في وسط الكلمة ما هو ملوش الا شكل واحد نفس الشكل، جاء في نهاية الكلمة ما هو نفس الشكل برضه. طب الكلام ده في الألف؟ لا، والدال. الدال دي أهي، الدال دي هتأتي في بداية الكلمة كده، وفي نهاية الكلمة أيضا زي ما هي، وفي وسط الكلمة زي ما هي أهي، حتى لو في 50 دال في قلب الكلمة. ليه؟ لأن هي ملهاش إلا شكل واحد، الدال والألف نفس الكلام، وفي وسط الكلمة هو نفسه الألف زي ما هو، ملوش إلا شكل واحد. يبقى أنا عندي ثمانية أحرف لهم إيه؟ شكل واحد، فيأتوا في بداية الكلمة، ويأتوا في وسط الكلمة، ويأتي في نهاية الكلمة نفس الشكل، بنفس الشكل. تمام يا استاذ. يبقى احنا عرفنا الحرف اللي هو ياتي في بدايه له شكل واحد، والحرف اللي له شكلين. تمام. طب يا استاذ في حرف انت كاتبه كده اربع اشكال، صح؟ صح. طيب قلت يا استاذ اللي مدت ايده، انا عايز اعمل ده ايه ده اهو باللون الاحمر، قلت اللي مدت ايده يا استاذ بياتي في وسط الكلمه وفي بدايه الكلمه، صح؟ طيب طب ده مدت ايده اهو يا استاذ، فهياتي في بدايه الكلمه ووسط الكلمه، صح؟ وده مدت ايده فهياتي في وسط، لا لا حاسب، دي ده ياتي في نهايه الكلمه. ليه؟ لانه هو مدد ايده عكس الشمال اهو، لو سمحت اقفل المايك الكاميرا بتاعتك، مدد ايده عكس،
فهياتي في نهايه الكلمه اهو، كلهم مادين ايديهم في الاتجاه ده الا الهاء دي ماده ايدها كده العكس، فهتاتي في نهايه الكلمه. طب خلاص عرفنا ان دي هتاتي في نهايه الكلمه، ما دي بتعمل ايه؟ برضه هتاتي في نهايه الكلمه ازاي؟ واحده واحده وركز معايا. قبل ما نشرح مجموعه الهاء فهمنا الاول الحرف ده ياتي امتى؟ في بدايه ووسط الكلمه، اللي مدد ايده ياتي في بدايه ووسط الكلمه، والمكتمل اللي كامل ياتي في نهايه الكلمه فقط. عرفنا الكلام ده؟ وعرفنا ان الحروف الفرديه يعني لها شكل واحد تاتي بنفس شكلها في البدايه والوسط والنهايه. كده وصلنا للمستوى اللي احنا لغايه كده حد فاهم؟ طب لغايه كده حد مش فاهم؟ اللي مش فاهم يفتح المايك ويكلمني. اللي مش فاهم يفتح المايك ويقول لي ايوه يا استاذ انا مش فاهم. تمام، ما حدش فتح المايك، نكمل بقى. بنقول ايه؟ حرف الهاء ده بقى، عندي الهاء دي تأتي في بداية الكلمة ووسط الكلمة لأن مادة أيديها كده، صح؟ تمام، أمال الهاء دي إيه دي يا أستاذ؟ أيوه، الهاء دي عبارة عن إيه؟ الهاء دي إيه ده؟ ده لها إيدين اتنين، ده مش لها إيد واحدة، ده دي لها إيد واحدة أهي باتجاه اتجاهها، ودي لها إيد واحدة بالاتجاه العكس، دي بقى لها إيدين اتنين، يعني كده. طيب، لما يكون حد له ايدين اتنين يعني يقدر يمسك في اللي قبله ويمسك في اللي بعده، صح؟ لان هو اهو. تمام، لما تكون الهاء بالشكل ده يبقى هتاتي في وسط الكلمه. وايه ده يا استاذ؟ مش دي اللي بتاتي في وسط الكلمه؟ صح، ودي ايضا تاتي في وسط الكلمه. ازاي؟ ركز بقى معايا، ها، وافهم اللي هقوله لك ده كله في السطر الفوقاني خالص. يكتب لي الحروف ده ايه؟ الالف، او في اي حته بعيده خالص عن الحروف اللي كتبها، الالف، الدال، الذال، الراء، ازاي، الواو. كله بقى يكتب لي الحروف دي اسمها ايه دي؟ دي اسمها الحروف الستة. حروف ايه؟ الحروف الستة. ست احرف؟ لا يا استاذ، ده سبعة. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. لا، هم ست، لأن الألف ده اسمه ألف وده برضه اسمه ألف، يعني سواء عليه همزة أو ما عليهوش همزة هو ألف. تمام، ركز. يبقى واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، الألف والدال والدال والراء والزاي والواو، اسمها الحروف الستة. ركز، مهمة جدا، هنقول عليها دلوقتي، وهي مهمه ايضا كمان في تجميع الكلمه، مهمه جدا في تجميع الكلمه. طيب، بعد ما كتبنا الحروف السته كده نرجع للهاء. ايه يا استاذ انت عمال تدوخنا من هنا لهنا ليه؟ لا، اصل انت ما انتش واخد بالك، اصل الحروف السته دي مرتبطه بحرف الهاء دول اللي هو الاربع اشكال من حرف الهاء دي، الحروف السته. ايوه نعم، ركز معايا. ركز. الحروف الستة دي هي حروف تأتي ولا يأتي ما يتصل بها. يعني إيه؟ يعني الحروف الستة دي لها إيد واحدة فقط. يعني إيه؟ يعني تمسك في اللي قبلها بس. حرف اللي قبلها تتصل اللي قبلها. يعني إيه اللي قبلها؟ يعني اللي اتكتب قبلها تتصل بيه فقط. طب واللي بعده؟ هي ملهاش ايد تانية اصلا، لا تتصل. يبقى انا عندي الالف، هنكتبه اهو بقى، الالف
سواء عليه همزه او ما عليهوش، يتصل باللي قبله فقط. واي حرف ياتي بعد الالف لا يتصل بالالف. متفقين؟ سواء الالف بقى عليه همزه او ما عليهوش، هو الف. نفس الكلام في حرف الدال. مالها الدال؟ تتصل بما قبلها. عاملها لك باللون ازرق. الدال ايوه تتصل بما قبلها، واي حرف ياتي بعد اي حرف لا يتصل به بعد. طب والدال؟ طب واللي بعدها ايه؟ الدال. تتصل بما قبلها، يعني الحرف اللي هيتكتب قبلها تمسك بيه. واي حرف ياتي بعدها لا معلش هيتكتب لوحده. الالف والدال والدال نفس الكلام. الراء. تتصل بما قبلها، يعني تمسك بالحرف اللي قبلها. واي حرف ياتي بعدها لا تتصل به. وازاي؟ تتصل بالحرف الذي يكتب قبلها. يعني انا بكتب حرف الميم يبقى اوصلها بالزاي، بكتب حرف الضاد اوصلها بالزاي. اهي. طب الحرف اللي يجي بعد الزاي لا يتصل، ما يمسكش بالزاي. اخر حرف، حرف الواو. ماله الواو؟ الواو يتصل تتصل بأي حرف يأتي قبلها. طب ولو الحرف جه بعدها ما تمسكش. ركز بقى كويس جدا اللي انا هقوله ده، ركز فيه كويس جدا جدا، لان احنا هنعيد نفس الكلام ده تاني، بس كله يكتب كده عشان انا الحصه الجايه مش هكتب المعلومات دي تاني، أنا هكتب بعض المعلومات منها بس، الحروف المتشابهة والحروف اللتوية وكيف تجمع الكلمة بطريقة صحيحة. تمام؟ يبقى أنا عندي دي اسمها قاعدة الحروف الستة. الألف والدال والدال والراء والزاي والواو، ست أحرف، أي حرف يأتي قبلهم يتصل بهم. وأي حرف يجي بعدهم لا يتصل. عظيم. طب وإذا جاء حرفين منهم كده في الكلمة، يعني أنا هكتب حرف التاء وحرف الراء وحرف الكاف، وهخليهم في كلمة. التاء الأول، التاء دي تأتي في بداية الكلمة بالشكل ده؟ لا طبعا بالشكل ده. خد بالك هنعيد الموضوع ده تاني. طب والراء يا استاذ؟ مش الراء من الحروف الستة؟ تتصل باللي قبلها؟ ايوه تتصل، وواضحة جدا كمان، واضحة. شايف التاء عاملة ايه؟ مادة ايديه. عارف يعني ايه مادة ايديه؟ يعني اي حرف هيجي بعدها هيمسك فيها، يبقى اي حرف مادة ايده، زي الباء والتاء اللي هو باللون الازرق دول، اي حرف هيجي بعدهم لازم يمسك فيهم. ما ينفعش اكتب الباء بالشكل ده في بدايه الكلمه وشكرا اركنها على جنب. امال هي مبدا ده ليه؟ بتتصل بالحرف اللي جاي بعدها. تمام. طب الحرف اللي جاي بعدها حرف الراء يتصل؟ ايوه الراء يتصل باللي قبله، او التاء مكتوبه قبله يبقى الراء. طيب حرف الكاف جه في الاخر اهو، حرف الكاف احطه فين؟ هي الراء الحرف اللي بعدها تصل به؟ لا، يبقى الكاف لوحده.
طيب كمان واحدة سريعا قبل الايه الحلقة ما تنتهي، كل ده هنعيده ان شاء الله تاني. راء وزاي وقاف ثلاث احرف، هم عايز اجمعهم في كلمه عادي. حرف الراء اكتبه، ما هو اول كلمه، اول كلمه مش على شكل واحد، فانا هكتبه زي ما هو. حرف الزاي جاي في النص، يتصل باللي قبله. ايوه يتصل. لا لا ايه يا استاذ، انت سأل يتصل. ايوه متى يتصل بقى الحروف بتتصل امتى بقى؟ ركز، تتصل بجميع الاحرف اللي موجوده امامك دي. طيب ما عدا هم بنفسهم ما يتصلوش ببعض. ليه؟ اصل ما فيش ايد اصلا. انا هحط ازاي؟ همسكها ازاي؟ هعملها كده ولا هعملها ازاي؟ هعملها كده. ايه ده؟ انت بترسم لوغاريتمات دي ولا ايه ده؟ انت عامله ده؟ ما ينفعش يا استاذ. صح؟ يبقى عندي الحروف الستة دي بتتصل بجميع الحروف ما عدا لو جاء حرفين منهم ورا بعض ما يتصلوش ببعض. والدليل الثاني، الدليل الثاني اهو، ادي الراء، هي الراء الحرف اللي ياتي بعدها يتصل به؟ ابدا. يبقى ازاي مش هتتصل؟ بكل سهوله. هو ازاي الحرف اللي بعدها يتصل به؟ ابدا. يبقى القاف لوحدها. كلمه اهي فيها حرفين من نفس الحروف الست. طب لو ثلاث احرف من حروف الست، ايه رايك بقى لو الست حروف جم ورا بعض ما يمسكوش في بعض؟ هي بالعدد، بالعقل اهو، الراء حرف من حروف الست. ايوه. ازاي حرف من حروف السته تتصل بما قبلها ولا تتصل بما بعدها؟ صح، بس اللي قبلها من الحروف الست فمش هتمسك فيه. تمام. لم يتبقى الا دقيقه تقريبا. طبعا الكلام ده كله اللي ما كتبوش يصوروا حالا دلوقتي، لان احنا هنحتاجه الحلقه القادمه ان شاء الله، بكره، غدا، غدا ان شاء الله هنحتاج الكلام ده، فلازم تصوره. لو ما كتبتوش صوره دلوقتي، ما تجيش تقول لي انا ما كتبتش وما صورتش. اللي هيقول ما كتبتش وما صورتش، شكرا، هطلعه من الحلقه خالص. لازم تصور ده كده عشان هنشتغل عليه ايضا بكره باذن الله، عشان نعرف نجمع كلمه بقى. وهخليك تجمع كلمه وتكتب كلمه على الغايب وتعمل حاجات كتيرة جدا جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. حد عنده مشكلة يقدر يقولها لي في خلال اللي أقل من دقيقة كده؟ فاضلنا أقل من دقيقة. حد عنده مشكلة؟ حد مش فاهم الشرح ده؟ هنعيد تاني. على المشاهدة، إن أعجبك الفيديو سجل إعجابك ولا تبخل باقتراحاتك للفيديوهات القادمة، كما لا تنسى الاشتراك في القناة لتصلك فيديوهاتنا اليومية.